لكن التخوف تاعته هسه مشروع ان شاء الله بكل ما قاعدين نعملوا فيه تضافر الجهود والتنسيق خاصه المحكم بين المؤسسه العسكريه والامن والحرس راهو باذن الله ان شاء الله يا ربي نقدروا ان نوصلوا نمنعوا هؤلاء المجرمون من تنفيذ اي شكل من اشكال العمليات اللي تنجم تضر بتونس. كما قال السيد رئيس الحكومه في يوم من الايام اذا كان نمنعه في رمضان هو في حد ذاته انتصار.